مرحبا، حيا 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 ورحب الجميع مشتركين في هذه الحفلة. احمد حجر رئيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع فوق العين فوق الراس. يا مرحبا، حيا 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 حيا. طبعا زرنا دوره للحديده، كنا رحله للحديده والله ما غير. امانه الله ان اهل الحديده الذي ساكنين في الحديده عايشين في ماساه ماساه ماساه، حماء حماء امانه. قد نصل الاوادم الذي في البيوت وسط الحديده، احنا ما فيش معاهم مكيفات ولا معاهم مراوح، قد هم مقليين خلاص مقليين. تخيل لك داخل البيوت قنم مشوم اوادم من كثر الحماء، والدوله ما بتنظرش اليهم بعين الاعتبار، مش عادي مش مشكله، يقتلي يقتلي. اهم شيء اننا معي مكيف، اهم شيء اني معي مروحه، عادي المواطن صاحب الحديده عادي. حرام، ما يجوز ما يجوز. حما حما قد شطح، وانا الان وسط فندق، وسط فندق، واعذروني ان انا خلصت الشميس، قد شطح وانا وسط فندق وبه مروحه وبه مكيف وخلاص حما. سنحت على البحر، سرت للبحر والبحر حامي، مرق مشو مشو بحرابك، مرق مرق. شليت لي غرفه مدلمه ومزيت لها فوق البحر وبالملعقه. سمك القرش، سمك القرش نفسه عند البنجري، سمك القرش خرج له عند البنجري وبينفخ، فتح له البنجري هذاك الكومبريشن وبينفخ سمك القرش. فزغان في كذا تحت السروال من الحماس، سمك القرش نفسه ضابع من روحه، ضابع من روحه. صرت سلمت عليك، قلت كيف انت يا سمكي يا قرشي؟ قال لي اينو محلل السكريم، شي سكريم شي برد من الحماء. حماء شوفوا مأساة أمانة. ما فعلت الفيديو هذا أول بكيت، وبعدها عملت الفيديو هذا لأن أنا كيف لما تألمت، كيف لما تألمت، الناس بيشكوا لي يعرفوني الناس. وبعدين طفيت المكيف وطفيت المروحة وجلست دقيقة، أمانة كشاموت كشاموت في الدقيقتين. فيما بالك بالناس، الناس كيف يفعلوا، الذي في الحديدة كيف يعملوا في ظل الأوضاع الذي بنعيشها، لا معاهم رواتب ولا معاهم شيء ولا معاهم دخل ولا معاهم وظائف، ما بيش معاه. كيف يسدد حتى حق الكهرباء؟ الكهرباء تجارية هنا ب 450 من اللي هم أصحاب الحديدة معدمين. يا دولتنا يا حكومتنا انظروا إلى أهل الحديدة بعين الاعتبار، لا يجوز. دحين غالبية الذي بيجون من صنعاء ويجي الجهالة ويجي المرتة وكذا، أشيل لهم دورة للحديدة يصيروا يرتاحوا في الحديدة، هم بيصيروا فنادق. مش فاهمين أيش من معاناة بيعانيها المواطن الذي في الحديدة، مش فاهمين أي حاجة. أنت بتصير في فندق وتعيش حياتك وترتاح وتنبسط وكذا وتتسبح، ومشان تاري ما بيحصل، مشان تاري ما بيحصل للمواطنين الابرياء المساكين. وزير الكهرباء بيجي لهنا بعد ما يدعوه ويتولى حق المواصلات ويخزنوا له وكودا، يلا يجي لهنا علشان يحل مشاكلهم. يوصل ينزل من فوق السياره الصالون على طول الفندق، تخلت وتحصل المكيف، يحبب المكيف، يلحس المكيف ساعه السكريم من كثر الحماء، وقدو داخل الفندق كتبي له حسن المكيف لما يكمل. كده بيطلع فوق المروحة هذيك ويلوي يتسلوا ولا ما يسوم ويرقد. اما انه بيعمل لهم حلول، بيعمل لهم حل، بيرفع بمشاكلهم بقضاياهم، هم ماشي خلاص تطز. يعني يجي لي بما انا ماشي سوار، انا الوزراء والكذا والمسؤولين والمحافظين الذي وسط الحديده، خلاص تجي تفتح مشروع ولا تجي تعمل زياره من محافظه صنعاء وتصور وكذا، ويعمل لك اي صحفي كلام كذب في كذب، يقوم لنا في افتتاح. وان شاء الله في المرحله القادمه سيتم افتتاح محطه الكهرباء تبث الى الجميع. لا يجي الكذب، اين العمل؟ ما قبش حاجه قد حصلت. الناس تاعبين في محافظه الحديده، المجاري كذلك، حتى عملوا حل المجاري يا خلق الله. مجاري مجاري امانه، بيخرج الفار من المجاري وهو مكرش، وفار مكرش تخلك انه عظم السن هو فار وقفاه اثنين فيران مسلحين المرافقين حق الفار حق كذا. يا فاري فارا يا فاري فار، ما رحمت الا التمام حق الحديده، وذا معنا واحد انا في الفندق. التمام حق الحديده ميبسات يباسه، امنت بالله التمام حق الحديده. لقيت تم خاضي في المحوط بشقاره، شايف كيف؟ يو يو ما اناش داري ليش التمام هنا ميبسات، قلب يلا ميبسات. اما الفيران ما شاء الله، الفيران خلق، لقيت فار لابس عزيب وجنبي وكذا وفوق سيارة حبة، أموره طيبة للأمانة. الفيران هنا بيلاحقين التمام، هنا الفيران بياكلون دمام، الفيران هنا بياكلون دمام، وزارة الحين يدخلون المطعم ياكلون سمك، فار بياكل سمك. على العموم أنا مش أدخل في زبج وفي، أتمنى من حكومتنا، من وزير الكهرباء، من القائمين المسؤولين، رجاءً
الان بتقام في محافظه صنعاء في كل المحافظات احتفالات وكذا وعروض، هذه كلها بمليارات بمليارات. ما قد احنا دارين ان في اعياد وفي مناسبات وفي ثورات، المليارات هذه اللي بيصرفوا يصرفوها للبؤساء والمساكين والبسطاء الذي في محافظه الحديده. احنا قد احنا شابعين عرض وشابعين كذا، خلاص يعني بدل ما بده يضخوا مليارات ضخوا للمساكين للابرياء. ما قصدكم العروض هذول ابرياء مساكين والله العظيم. فالحديده جوع جوع مرض، ما بش اهتمام، اهتمام بالمواطن نفسه ما بش اهتمام. بيرقدوا في الشوارع، بيخرجوا يناموا في الشوارع، والشوارع حما اخص من البيت يعني مأساة، والله مأساة. وانتوا ولا في حسكم خلاص. انا لو انا وزير كهرباء ولا مسؤول وانزل الى محافظة الحديدة ما اش تخش فندق، اصير ارقد عند ادق اطراف بيت، ادخل ارقد عندهم اشوف على مأساة. والله ما تقوم الصبح الا وقدك كبابي، قدك كبابي قد عيال صاحب البيت قد بيضحك في واحد في واحد خاص وبياكل لك ساعه كبابي، ويرجع ابوهم في الاخير يصيح هو الوزير يقول ولا هو الوزير احنا جاوئين. ما نقولش جالنا من صنعاء كان نقول احنا جاوئين، جوع وفقر ومرض ومأساة. حتى المستشفى المستشفى الحكومي الذي وسط الحديده الذي كان مستشفى العنفي والان مستشفى شهيد الصماء كل بفلوس وسندات، المرض ملان ملاريا وكذا وقدو حكومي ما بش ولا خدمة. نقدم لهم خدمات يعني ناخذ مبلغ هكذا جزء من حق الاحتفالات والعروض وهذا للبسطاء والمساكين الذي في محافظة الحديدة. انا قدنا في الفندق وقد شطفح في الفندق انا وقدنا شطفح امان قدنا شاموت اماني خلاص. وانا وسط فندق ما لو انا وسط بيت من بيت اصحاب الحديدة وما بش مكيف ولا بشي، والله لا موت والله اطفح حرم لا لجنن. فلذلك اهتموا بمحافظة الحديدة، خافوا الله قد حتى السمك الذي في البحر ضابحات السمك قد ضابحات. أنا لقيت سمك خرجي بكراتين ببردين في الساحل ضابحات حامي البحر حامي نار 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 البحر حامي أمانة الله حامي. تخيلك أنه البحر هذا حق الحديدة أصبح سعل جزوة جزوة بيفوروا في يابن يخرج منه الرغوة قد بيأفشل من الحماء خلاص. في ذلك عملوا حل محافظة الحديدة واهتموا بها ودفعوا لها ميزانية. ما المسؤولين مسؤولين، المحافظ قال الوزير قال تعالوا اشتغلوا خافوا الله اتقوا الله. مأساة بتحصل في الحديدة مأساة وكوارث وأمراض وأنتم مدعمين خلاص. أين المبلغ الذي اتتاه الممثلة هذا جولينا جولي هذا؟ 50 مليون دولار تبرعت جولينا جولي هذا ب50 مليون دولار. أين هي؟ أين هي تبرعت للفقراء وأصحاب ثاني؟ أين أنجت هذا؟ أنجت؟ أنا شو أتواصل بها أنجلينا جولي؟ أنا شو أتواصل بها ومش أخرج رقم حرام لا أتواصل به؟ أقول له حرام ما وصل يا حكي جولينا. زلطش الذي تيتيها وفلوسش ولا وصل ريال. ما قصدكم أنا بالنسبة لي أنا أتواصل معها أنا أتواصل معها. أين هي؟ 50 مليون دولار تبرعت للفقراء والمساكين وأصحاب ثاني، وهي يهودية يهودية هي الشيء مؤمن يهودي وتبرعت. احنا مسلمين نتبرع، احنا مفترض نكون القدوه، احنا القدوه. فشوفوا اصحاب الحديده خافوا الله حرام والله انه حرام. أمان انا لو انا مسؤول كبير ولا لي صلاحيات ولا رئيس، لا اجمع الوزراء كلهم والوكلاء والمسؤولين كلهم واشلهم الحديده، اشلهم الحديده واركبتهم في مكان في بيت ما بش في مكيف ولا في مروحه، هم ايدروا بالعذاب ايتعذبوا. يجي لهم الرئيس الصبح هكذا يفتح البيت وقدهم حمر تسع طماطيس قد مغربي يوطلوا قد كلهم غربي يوطلوا خلاص. احنا في حين تخلي مفتوح خلاص قد وزير الكهرباء مع عبدالله نصه كذاب النص مع عبدالله سرته ومنزل ووزير الاشغال خلاص مع مسجد يقول لا راسي كذاب كله ومسجد يقول راسي والوزراء الثانيين قد يلعبوا بكره خاصه وزير الشباب والرياضه. اي دعموهم يا خلق الله تولهم تولهم الناس ولا يعني واقفين قلبا وقالبا لان يموتوا داخل بيوتهم من المرض ومن الحماة ومن النمس ومن المجاري ومن الفقر. فقر 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 مدقع. هيا بيجوا لي غير يتسوا لي في الفنادق ويهنجبوا قلبت هيك القناة حرك الرجال حق المكيف اوه على والناس الباقي ها الناس الباقي فيتحركوا. اتمنى من حكومتنا والمسلمين تحركوا الى محافظة الحديدة واهتموا بهذه المناطق والمناطق النائية والمساكين والكذا والذي هذا. وانا داخل الحديده انا شفت حالات داخل الحديده فيما بالك الذي في القرى بيت الفقير في الكذا في زبيد في الحي ولا الذي داخل في الاشش يعني مأساة ما اقول لكم مأساة المآسي المؤسسي
انظروا اليهم. سلام الله. اشترك الآن في قناة أحمد حجر وقيس، وإن لم تشترك فاعلم أن الشيطان قد منعك.